وزارة الداخلية تنفي خطط ترحيل اللاجئين إلى سوريا. تظاهرات في فيينا تندد بحضور الأسد في قمة الدول العربية. النمسا تطلب مساعدة ألمانيا في إنشاء مراكز لجوء خارج أوروبا. الخارجية تحذر المواطنين من الفيضانات في إيطاليا بعد وفاة 14 شخصاً. اعتقال إيطالي متهم بتنفيذ عمليات سطو مسلح في النمسا قبل 23 عاماً. دراسة تؤكد عدم تلف بعض الأطعمة بعد شهرين من انتهاء صلاحيتها. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. نفت وزارة الداخلية في النمسا خطط ترحيل اللاجئين المرفوضين إلى سوريا، وذلك في بيان رسمي صادر عنها. وأوضح البيان أنه لا توجد خطط حتى الآن لترحيلهم، مع التأكيد على أنه سيتم إجراء تقييم جديد للوضع في سوريا قبل اتخاذ أي قرارات بهذا الشأن. تأتي هذه الخطوة في إطار التنسيق مع الشركاء الأوروبيين، مع التأكيد على أهمية احترام حقوق الإنسان. وانتقد حزب الحرية اليميني عدم ترحيل اللاجئين رغم استقرار الوضع في سوريا حسب زعمه. Der Innenminister zeigt sich erleichtert über das Einlenken Deutschlands. تظاهر العشرات من السوريين والفلسطينيين والأوكرانيين أمام مقر الأمم المتحدة في فيينا تزامنا مع انعقاد القمة العربية بحضور رئيس النظام السوري، وذلك احتجاجا على حضور رئيس النظام السوري بشار الأسد في قمة الدول العربية في جدة. رفع المتظاهرون لافتات ترفض حضوره بعد أن دعته السعودية للقمة العربية 23. وتعتبر مشاركة الأسد بعد انقطاع منذ بدء الثورة السورية قبل 12 عاماً، وقد حرص الأسد في كلمته على تجريم كافة أفراد الشعب السوري الذي طالب بالحرية والكرامة. طلب وزير الداخلية النمساوي بدعم ألمانيا في إنشاء مراكز لجوء خارج الاتحاد الأوروبي في حديثه لصحيفة فيلت الألمانية. وأشاد جيرهارد كارنر بإعادة النظر في سياسات الهجرة الألمانية، مؤكدا على ضرورة إنشاء مراكز لجوء وإجراءات في دول آمنة خارج الاتحاد، واعتمادا على دعم ألمانيا في هذا الشأن، كما دعا إلى تشديد سياسة الهجرة وتنفيذ إجراءات لمنع التجاوزات والترحيل الشامل للمهاجرين الذين لا يستحقون اللجوء. حذرت وزارة الخارجية النمساوية مواطنيها من الفيضانات العاتية شمال إيطاليا، ونصحتهم بتوخي الحذر وتجنب السفر. ووفقا لبيان من الوزارة، ينبغي للمسافرين معرفة إمكانية الوصول إلى وجهتهم بسبب العواصف القوية في منطقة البحر الأدرياتيكي بشمال إيطاليا، وتشير التقارير إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى 14 بسبب الفيضانات. وحذرت النمسا من خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية في إيطاليا، ويشمل ذلك عواصف السواحل الوسطى والجنوبية للبلاد. ألقت الشرطة الإيطالية في ميلانو القبض على رجل إيطالي مشتبه به في تنفيذ عملية سطو مسلح على بنك في إنسبروك ومتجر مجوهرات في سالزبورغ قبل 23 عاماً. وكان الرجل مطلوباً في إيطاليا بتهمة السطو والشروع في القتل، وكان هناك مذكرة توقيف أوروبية بحقه، وقد تم اعتقاله في مكان عمله في مرآب لتصليح السيارات، ونقل إلى سجن ميلانو، وسيتم تقديمه للمحكمة للنظر في تسليمه إلى النمسا. وقد تم تحديد هويته عن طريق مقارنة الحمض النووي بعد عملية ناجحة للمطاردة.
أجرت منظمة جرين بيتس النمساوية فحصاً طويل الأمد على عدة منتجات غذائية، وتبين أن العديد منها يبقى صالحاً للاستهلاك بعد شهرين من تاريخ انتهاء الصلاحية. وبينت الدراسة أن البيض، الجبن، الكعك، الخبز المختلط واللحم المدخن لا يزالون قابلين للأكل بعد 59 يوماً على انتهاء الصلاحية، ويمكن تقليل هدر الغذاء بتخزينه بشكل صحيح. وأوصت بتخزين المواد في أماكن مظلمة وباردة وجافة، واتباع طرق محددة لكل منتج، ونصحت بغسل الفاكهة والخضروات قبل التخزين وفصل التفاح والطماطم عن باقي المنتجات لتجنب التلف. فعلا كانت دراسة مهمة، هل أنتم من مؤيديها للتخفيف من الهدر؟ كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوكرات على هواتفكم لتبقوا على اطلاع. نهاية أسبوع سعيدة، كنت معكم أنا ليلى مكتبي، وإلى اللقاء.